السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه جولة الاقتصادية والتي نبدأها بداية بالمؤشر العام. أشاهد معكم ما سجلته أسعار التداول لدى برنت الخام القياسي. إذا جرس الإغلاق استقر حتى 42.79 دولار للبرميل الواحد مع انطفاء جديد في منطقة التشبع. أما غرب وسط تكساس استقر حتى 43 بتوصيات أوبك بلاس. الإمدادات العالمية كما قلنا تتأثر منذ مطلع الشهر. أوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا في تدوينة له عبر منصته الشخصية على موقع فيسبوك، قال إن سبب تأخر في ورود مرتبات موظفي القطاع العام ابتداء من شهر مايو الماضي يرجع إلى التأخير في الجزء المغطى من قبل وزارة المالية بحكومة الوفاق لبعض القطاعات التي ترد منها مرتباتها. الآغا وفي ذات المنشور قال أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية لتوضيح سبب تأخر ورود المرتبات لمستحقيها، بالرغم من قيام مصرف ليبيا المركزي بتسييره في حساب وزارة المالية طرف المركزي. وأشار إلى أن هذه القطاعات جزء منها يغطى من طرابلس وجزء آخر من البيضاء، موضحا أن العمل يجري حاليا على صرف المرتبات فور الانتهاء منها. أصدر المدير العام لمصرف الصحاري تعليماته بشأن مباشرة كافة الفروع بإصدار بطاقة أضحية، وذلك لخدمة العملاء مع قروب أو قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قالت إدارة المصرف عبر منصتها الرسمية بأن القيمة المتاحة للعملاء تتراوح بين 1000 و2500 دينار، على أن يتم سدادها فيما بعد عن طريق التقسيط وبدون أي عمولات على القيمة المتاحة للعملاء. وأعلن المصرف أن قبل أسبوع عن قبول طلبات الحصول على آلات خدمة نقاط البيع المتاحة لكافة الشركات العامة والخاصة وأصحاب المشاريع المختلفة. أوضحت إدارة المصرف في بيان لها أن المستندات المطلوبة للحصول على آلة نقاط البيع هي رخصة تجارية سارية المفعول أو عقد إيجار عقار المشروع، إلى جانب إرفاق صورة من جواز السفر. أفاد فوزي أونيس عضو اللجنة المشكلة من قبل الرئاسي بشأن وضع مقترح للمخصصات المالية التي سيتم من خلالها سداد المرتبات المتعثرة للعاملين بقطاع الصحة. قال أن وزارة المالية لم تعمل حتى الآن على سداد مرتبات 50,000 عنصر من العاملين بالقطاع، رغم استيفاء كل المستندات والشروط المطلوبة من طرف وزارة الصحة. أضاف ونيس أنه قد قام بتوفير الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمعالجة ملف المرتبات المتعثرة لعناصرها الطبية والطبية المساعدة والتسييرية. قال أن الوزارة قد أحالت مراسلاتها إلى الجهات المعنية بوزارة المالية دون جدوى، حتى أصدر المجلس الرئاسي قراره رقم 339 لهذا العام بتشكيل لجنة يترأسها وكيل وزارة المالية تتولى وضع حل جذري لهذه المشكلة بطرابلس. أوضح المصرف التجاري الوطني عن شروط التعاقد لأصحاب الشركات ومعارض السيارات والأثاث بمنتج المرابحة الإسلامية، وبين المصرف عبر منصته الرسمية أن من ضمن هذه الشروط ألا يقل رأس المال المكتتب في الشركة أو المعرض الخاص بتجارة السيارات عن 700,000 دينار، ولا يقل رأس المال المكتتب في الشركة أو المعرض الخاص بتجارة الأثاث والسلع المعمرة عن 500,000 دينار. وأفاد المصرف بأنه في حال رغبة زبائن الحصول على منتج المرابحة الإسلامية يجب إحضار شهادة إثبات بالسجل التجاري والغرفة التجارية مستخرجة حديثا، وتقديم نسخة عن عقد التأسيس ونسخة عن النظام الأساسي وإرفاق رخصة مزاولة النشاط التجاري سارية المفعول وشهادة إثبات السداد الضريبي لمدة 3 سنوات متتالية وصورة موقع شركة من جوجل إيرث، وأيضا بيان ملكية موقع شركة أو عقد الإيجار. كما شملت الشروط تقديم كشف حساب لآخر 3 سنوات متتالية والتعهد بفتح فروع الشركات والمعارض في المناطق التي لا يوجد بها شركات أو معارض كلا حسب منطقته. بهكذا نكون قد وصلنا بكم مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة، ألتقي بكم في ورقة جديدة. مع السلامة.